السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في اليوم 16 من الإضراب المفتوح باستثناء الحالات المستعجلة لإضراب الإطباء المقيمين. الآن المستغرب هو هذا القمع الوحشي المتكرر الغير مبرر. الأطباء مقيمين واقفين أمام ساحة البرلمان وفي ساحة الحرية وأمام الرئاسة. الغير المستغرب الآن هو هذا تكميم الأفواه والقمع. الآن تكاد تكون أفراد قوات القمع المستفزة اللي تدخل من دون سبب أكثر حتى الآن من 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 من, من أفراد الأطباء المقيمين الموجودين. المطالب ما محتاجين نكررها به اللي تعتبر حقوق قاعدية لأي طبيب مقيم يمارس اليوم في المستشفيات نواكشوط العمومية. نبقى نوصل رسالة للرأي العام وللسلطات على أن القمع ما هو ليزيد الناس يكون إصرار فوق إصرار على حقوقهم وعلمهم اللي يترتب عليه إضراب شامل يشمل الحالات المستعجلة وغرف الإنعاش على أن تتحمل السلطات المسؤولية اللي يترتب عليه. احنا اليوم جينا هون ذا البرنامج ظاهر لي على أنه داخل إنعاش. اليوم نحن بين الاطباء اليوم في الاحتكاك اللي هو وان زمن في الوقفات اللي عندنا وقفات متتاليه ولا قطرين لفته من اي جهه مطالبين على ان وضعيتنا تسوى على ان نمكن من عقود عمل تسوى وضعيتنا تسويه عادله يجبر فيها الناس كامل حقوقها. هذه النقابه العامه لعمال برنامج امل نقابه عندها امتداد على مستوى الداخل واليوم ماكبين الولايات اليوم ولايات الداخل اليوم على مستوى اليوم في الوقفه اللي معدين نحن هون ومطالبين على ان هذا الوقفه على انها على انها على انها تسوى فيها وضعيه العمال تسويه عادله يجبر فيها كل حد حقه. وهذا الحمد لله الوقفات ان فيها ياسر من الزمن ولا قطرينا حد يتلفت علينا ولاتينا قطعا ان شاء الله يكون لين تم وماكبين الوقفات مداومين عليها ان تسوى وضعيتنا تسويه عادله يجبر فيها العمال حقوقهم. جايين هون الحمد لله في الوقفه اللي هي في ساحه الحريه اللي قال ساحه الحريه والحريه عندها معنى كبير وعندها دلاله مولي. يلا كل حد يفهمها وجايين واقفين في ساحه الحريه وقفه سلميه ووقفه محترمه كمواطنين ساكنين في الاحياء العشوائيه وكنا مترحمين فم ولا عندنا مشكله وحالنا ماشي وفي ذيك الظروف اللي هي فماتي احنا كانت ممكن بها. ولين سمعنا كلام رئيس الجمهوريه اللي هو اكبر سلطه في البلد قال في خطابه الشهير برنامج اولوياتي لانه لا يعطي القزره الساكنه قزره تنبود وجميع القزر الاخراط اللي يطعم التراب. وتمونا كذا بالهاي واستبشرنا خير وقعدنا واتسعنا ولا حركنا مولي الشيء سوى شنو ما وش متعدل وش صالح. تمينا فجاه اللي جاتنا من الدخله ثانيه وقال لنا التراب اللي اجبرها لا الناس اللي مسجله في تآزر ولكن شوفوا احنا فيه القزره اللي لنا فيها 10 سنوات و87 نشوفوا فيه لان في نوع من الانتقائيه وفي نوع من القمود احنا ما وضح انه توف. ما لنا بعد متهمين حد يا قال مولي متهمين في نفس الوقت لان جيش من الشباب عنده شنو اللوحات الالكترونيه وسجل بطرق ما هي واضحه قاع وبطرق فيها الرشوه وفيها المحسوبيه وفيها الزبونيه واحنا ذاك ما نشوف فيه ذاتنا وقطعا على ان مولي ما يتماشى مع كلام رئيس الجمهوريه وبارك لين خلق ذاك. تمينا مولي لين جانا وقال ان انتم مولي ماكم في تآزر لا يتم ذلك 72 ساعه ولا تخلوا المكان لا تمشوا عنه الى نشوف قضيتكم. 72 ساعه الى حد اللحظه هو ما هو حضروا في تآزر ولا جبروا تآزر و72 ساعه مولي يمنوا بها مولي ما جبروا نخطيونا عرفوا مصيرنا شنو. هذا الحمد لله من الخلق 6000 اسره مشرده من قزره تنبود من قزرات الاخرات خاصه قزره تنبود احنا انتموها وشردت منها 6000 اسره تركتها وخسرت قرايتهم والناس عاد كله يكري ما عنده صفه يكري بها ولا عنده طريقه للايجاء ولا عنده حول ولا قوه سوى وشنو بارك. جايين طالبين رئيس الجمهوريه مطالبين الجهات المعنيه كامله من الوزير ومن الحكومه كامله ورانا قاعد كافينا قسنا الرئيس من الساحه الكريمه من المنبر الكريم طالبين الرئيس الجمهوريه محمد الشيخ القزواني لانه يخرص وضعيه الخلق يخرص وضعيه الموريتان بصفه عامه وضعيه القزره بصفه خاصه. راهي قزره النبوت وجميع القزرات الاخرات اللي في الحقيقه حالهم له اندار تعليم 72 ساعه هم تآزر ما حضروا فيهم قال من دون اعطوكم مصيرهم نختيرهم نعرفوا شنو. هاي الحماله نختيروا نوضحوا قضيه هاي الحماله. هاي الحماله كانت 5660 من الحماله انا ذاك وعدلت له تصفيه من حول تصفيه اداريه عند الملف موقعه انا ذاك الوزير الاول يحيى الحدامي وملف موقع مع ذاك وزير الوظيفه العموميه سيدنا علي محمد خونه ووزير التجهيز والنقل الدكتور احمد زيد بيه وهذا البرلمان مصوت على ذاك المشروع 2014 للاسف. وهذا نختيره بعض رئيس الجمهوريه ذاك الفساد وذاك السياق ذاك هو لان هاي الحماله دخلت في ذاك السياق ذاك هو نختيروا سنوضحوهن الصفه اللي انظلمت بها هاي الحماله. هاي الحماله 2017 كانت يلا تلتحق تتقاضى
مليون ومليون و500 مليون و500 اللي هو اللي دبار طوعي قالوا هما دبار طوعي. احنا بقى نقولونا احنا انه لا اقصاء للحماله. اختير اصلا نقولوا هنا لان الحماله اليوم بمعنى وقالطت ب 360 مازالت جايه مطالبه بحقوقها ومناشده فخامه رئيس الجمهوريه بمعنى وطات تعليمات لتسويه حل مشاكل الحماله. لان هيك التسويه اللي عدلت راي للاسف الشديد راي مقالطه لفخامه رئيس الجمهوريه، مقالطه من الادارات اللي جاي جديد ولاي الادارات السابقه. هاي نختاروا ننبؤوا انه جاينا هاي الحماله جايه تمدد بالقضيه الذكيه حول ذاك الظلم اللي وعدل لها، حول ذاك القبن وذاك التهميش اللي للاسف وعدل لهاي الحماله.